الله وبركاته. النهارده فيديو جديد هيكون عن السرطان. السرطان بيحدث نتيجه تغير في الاحماض النوويه اللي موجوده في الخلايا، وده بيتم عن طريق حاجتين، يا اما عن طريق عوامل وراثيه يا اما عن طريق عوامل بيئيه. العوامل البيئيه زي سوء التغذيه، زي التدخين، زي الغازات المشعه. لو تفتكروا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن 2 فيتامينز كانوا بيدخلوا في تركيب الاحماض النوويه، كان فيتامين بي 9 وفيتامين بي 12. النهارده كلامنا هيكون عن الاطعمه المسببه للسرطان. 1. الطماطم المعلبه، ودي من اهم المواد المسرطنه بسبب احتواء ماده التعليب على ماده كيميائيه تسمى بالبيسيفينول A، ودي ماده اجرى عليها تجارب عام 2013 وجدوا انها تؤثر على الطريقه التي تعمل بها الجينات في دماغ الفئران. ثاني نوع معانا هو المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه تحتوي على نسبة كبيرة من السكر التي تعمل على زيادة الوزن وحدوث الارتجاع من المعدة إلى المريء فيعمل على حدوث الطحال، كما أنه وجد أن تناول أكثر من عبوة واحدة في اليوم يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية، كما أنه يوجد بها ملونات اصطناعية ومواد كيميائية ومشتقات 4-ميثايل أميدازول، وده بدورهم بيسببهم حدوث السرطان. ثالث حاجة معانا اللحوم المصنعة، وده بيتم معالجتها بأملاح، مواد كيميائية ومواد حافظة بما فيها نقطات الصوديوم التي تعمل على حدوث السرطان. يزيد التناول من اللحوم المصنعة خطر الوفاة المبكرة بنسبة 44%. رابع حاجة معانا البطاطس أو الشيبس، ودي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية التي تعمل على زيادة الوزن، كما انه عند الافراط في تناول البطاطس يزيد من الصوديوم في الدم ويعمل على ارتفاع ضغط الدم، كما انه يوجد ماده كيميائيه تسمى الاكريلامايد. ماده الاكريلامايد دي بتظهر في البطاطس اللي بيكون لونها بني او اسمر، كما انها توجد ايضا في السجاير، ودي بدورها تسبب السرطان. خامس حاجه معانا الزيوت المهدرجه، ودي بتحتوي على نسبه عاليه من الاحماض الدهنيه التي تزيد من حدوث امراض القلب وانواع السرطانات وخاصه سرطان الجلد. سادس حاجه معانا الاطعمه المملحه او المخلله او المدخنه، ودي بدورها بيقوموا بمعالجتها بنترات او نيتريت كمواد حافظه، ودوت مش بيسببوا حدوث السرطان، انما عند تغير الظروف تتحول هذه المركبات الى مركبات النيتروزو، ودي بدورها تزيد من احتماليه حدوث السرطان، وبيكون في 3 مناطق: سرطان القولون، سرطان المعدة، سرطان المستطيل. سابع حاجة السكريات، ودي بدورها بتعمل على زيادة نسبة الأنسولين في الدم، ودوت الطعام المفضل للخلايا السرطانية، والخلايا السرطانية تفضل الفركتوز. آخر حاجة معانا المحليات الصناعية زي الاسبارتام، والاسبارتام دوت في بنات كتير وستات كتير ورجالة بيستخدموه في الرجيم، لأنه بيحتوي على سعرات حرارية أقل من السكر العادي، إنما دوت بدوره بيقوم بتحويل المواد الكيميائية بداخله إلى سموم مميتة تسمى الدي بي كي، والدي بي كي ده بيفرز مادة كيميائية تعمل على حدوث السرطان. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما كنتش مشترك في القناة اشترك معانا عشان توصلك الفيديوهات الجاية. السلام عليكم.